خلال هذه الأمسية ومساح ومشوار جديد عبر برنامج في حضرة المساء. كثير من المشاكل اللي بتواجه الشعب السوداني، يمكن نقول على سبيل المثال الدجل والشعوذة أصبح منتشر بصورة مبالغ فيها. ما الأسباب وما التداعيات الكبيرة للانتشار الواسع دي؟ يمكن تكون دي عملت مشاكل كبيرة جدا وتشوهات لشكل المجتمع السوداني، تشوهات عظيمة، يعني ما تشوهات عادية. خصيصا أنه بنلقى دائما الفاقد الشيء لا يعطيه، يعني أنت لو بتقدر تقدم حاجة من الدجل والشعوذة كان يتقدم هو قبل ما أنت تمشي. فعديد من الأسباب أكيد بتختلف من شخص لشخص على حسب الحوجة اللي هو عايزها وعلى حسب القرض اللي هو قاصده داير يمشي له. هو تيهات بتتهيأ أنه أنت الحاجة دي حصلت، ما أنه أنت لو انتظرتها هي أصلا مكتوبة ومقدرة وحتحصل. نعم. وللحديث عن هذا الموضوع بشكل مفصل ينضم إلينا من داخل الأستوديو البروف أكرم علي محمد يوسف. أهلا ومرحبا بك سعادة البروف. يا مرحبا بكم، الله يكرمكم، وسعيدين بوجودنا معاكم في قناة البلد، قناتنا وقناة الشعب السوداني إن شاء الله. حياك الله. حياك الله. بداية كده خلينا ندخل في تفاصيل الموضوع، لكن عايزين تعريف موجز كده للدجل والشعوذة. الدجل والشعوذة، طبعا الدجل هو الكذب والشعوذة ادعاء الغيب. يعني في كثير من الناس الآن في المجتمع السوداني بتربحوا من المهنة بتاعت الدجل والشعوذة، يعني يكذبوا على الشخص باعتبار انه بيوفر له علاج او يعمل له شيء او مثلا يدعي انه هو بيعلم الغيب او بيعرف حاجة معينة او ممكن يعني يجلب للفتاة زوج او يدي للزوجة مثلا أطفال أو زول ضايع عليه حاجة مثلا يقول له أنا بعرف لك الحاجة دي استرق منه أو شال منه أو كده. فدائما هم طبعا الدجل والشعوذة فيه جانب من الاحتيال. والشخص المشعوذ والدجال ده دائما بيعزف على الوتر بتاع الضعف أو الرغبة عند واحتياج الناس واحتياجه للحاجة. صحيح. صحيح. فدائما بيزن له على حتة إنه هو وفر له الخدمة بتاعت العلاج أو بتاعت الزواج أو بتاعت إنه زوجها ما يتزوج فيها أو بتاع إنه الأطفال أو بتاع إنه يجد الحاجة الضايعة أو يعني أو إنه يثبته في الحكم لفترة طويلة أو إنه ما يشيله من الوزارة. فدائما هو بيستغل الحتة الفاقدة المواطن دي ويحاول إنه شنو يلعب عليها ويقنعه وبياخد منه قروش وبياخد منه أشياء كثيرة، يعني غير القروش مرات بيكون في مقابل يعني أقيم من المال. يعني زي شنو مقابل أقيم من المال؟ يعني مثلا في مشاكل كثيرة، يعني كان من ضمن المشاكل دي كان في طالب في إحدى الجامعات السودانية ده كان بيدعي لأسرة إنه بيعالجهم ووجد الأسرة دي مثلا أسرة ضعيفة والمرأة منفصلة من زوجها فأصبح يمارس مع الزوجة ويمارس مع بنتها. لا حول ولا قوة. حتى الابن ذاته كان استغلال يعني كبير جدا. أيوة، حتى الابن ذاته مارس معه والرجل كبير يعني بي يعني بي بفهم إنه يعالجهم، لابد من إنه يعمل الحاجة دي على أساس إنه يعالجهم وهم بيقتنعوا بالشيء ده. حتى المحكمة لما حاكمته حكمت عليه بالجلد وجلد وكده، يعني كان القاضي ذاته كان يتناول الموضوع ده بصورة كبيرة، يعني الكلام ده تقريبا كان في 2015 أو 2016 كان مشكلة كبيرة. فدايما الدجال أو المشعوذ بيقنع الضحية بصورة يجعل الضحية نفسه هو اللي يترجاه أنه يعمل العمل يعني. نعم نعم. طيب في تلازم متناقض جدا ما بين انتشار العلم والمعرفة والتكنولوجيا وكل هذه الوسائل لتنمية العقول والرجوع أيضا للدين الإسلامي، يعني بنشوف إنه حجم هذا التناقض كبير جدا في الفترة الأخيرة، كيف ينظر بروف أكرم لهذا الموضوع؟ والله أنا يعني من ضمن الأشياء في الموضوع ده إنه كان في باحث من الباحثين عامل رسالة في الجامعية عن اختلاط السحر بالدين في المجتمع أو في عند السودانيين يعني. فبيرى انه دي من المشاكل، انه يعني في ناس كثير جدا يعني متعلمين بلغوا درجات عليا، مرات بعضهم بيحمل ماجستير ودكتوراه او يكون مثلا ذو منصب عالي، والي او محافظ او كذا، ومع ذلك بيجي للموضوع بتاع الدجل والشعوذه ده يعني
يعني ده ضعف في الدين يعني مثلا ضعف الوازع الديني ولا ضعف في فهمك للدين والآيات النصوص؟ طبعا لا شك انه في ضعف في الجانب الديني، لكن مرات يعني هو الشخص بيكون دار يلبي رغبة معينة، فعشان يلبي الرغبة المعينة اللي عنده دي بيحاول انه يعمل اي شيء، يعني يعمل ما بدا له باعتبار انه نعم، لكن هو في الحقيقه بيكون مخدوع، يعني هو الشخص ده اصلا ما بيقدر ينفعه او ينفع غيره. صحيح يعني صحيح. اكيد بعدين هي بتؤدي للشرك طبعا، يعني اكيد طبعا من يعني من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد اشرك بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اكيد بروف اكرم، في ملحوظه انه معظم الناس اللي بتمشي بتلجا للدجل والشعوذه بتكون امراه، الاغلب بتكون امراه، هل لانه هي ناقصه دين وعقل ولا صفات شخصيه؟ يعني الانسان او المراه بتحس بانها هي ضعيفه او هي اضعف فعلا من الرجل، فبتلتجي للحاجات بتحس بانه هي بتقدر تحتويها، بتقدر انه هي تحقق لها كل رقباتها اللي هي عايزاها، منهم زي ما ذكرت انه زوجها ما يتزوج عليها، انه هي يجيها زواج، يجيها طلب بتاع زواج، او انه هي تدرس خارج البلاد، او انه هي مثلا تنجح في الماده المعينه اللي هي عايزه تنجح فيها، عديد من الرقابات زي ما انت ذكرتها. لكن انا عايزه اعرف كيفيه التخلص من هذه العاده السيئه، ولماذا تحديدا النساء؟ وطبعا في جرائم يعني المراه بترتكبها اكثر يمكن من الدجل والشعوذة، ده من الجرائم اللي هي المراه يعني بتكون يعني اكثر من الرجل فيها. طبعا حتى الحديث بتاع الرسول الكريم انه النساء ناقصات عقل ودين، يعني نقصان العقل يعني هو تكريم للمراه باعتبار انه الاشياء الصعبه او كده بتنساها اكثر، عشان كده في التشريع الاسلامي وده من الاعجاز التشريعي يعني انه شهاده نصف شهاده الرجل في الاشياء اللي هي صعبه زي القتل مثلا، زي الحدود، زي الاشياء الصعبه، لكن فيما عدا ذلك شهادته زيها زي الشخص زي الرجل واحد. اما بالنسبه للدين، لانه المراه طبعا بيعتريها اوقات ما بتصلح انه تؤدي الصلاه او الصيام فيها، لكن النساء بصفة عامة يعني بيميلوا للعاطفة، فدائما لما الشخص يعني يلعب لها على وتر حساس انه هتنجح، انه ما عارف هيجيب لها زوج، فالاشياء اللي هي فاقداه ده طوالي بتلجأ للحاجة دي على اساس انه تحققه. يعني بعبارة اخرى، لو الدولة اهتمت بالمواطن ولبت للمواطن احتياجاته وحاجاته، يمكن المواطن ما يلجأ للموضوع بتاع الدجل والشعوذة ده. طيب دكتور اكرم، يعني بروف اكرم، احتمال في جزئيه كبيره جدا من الناس محتاجين لحاجه معينه وبتلبيها العرافه او المشايخ كما يدعون مشايخ الدجل والشعوذة، لكن بالمقابل بنجد انه في جانب من الناس وجزئيه من الناس يعني بتمشي عشان تعمل عمل لزول تضره بها. فعلى حسب تجربتك في 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 الاطار ده رايك شنو؟ نعم صحيح، في ناس يعني لو زول زعل مع زول، والغريبه يعني انه المشاكل دي بتجي في المحاكم، احنا عاصرناها في المحاكم، يعني بتكون من اقرب الاقربين، يعني يعني مرات بين نسوان عدايل مثلا هي متزوجه من الاسره الواحده ايضا وبتحقد مثلا على واحده، هذه من المشاكل اللي هي بتاعت الحسد والغيره وكده. انا ما اعرف يعني النساء بمحض تكوينهم مرات يعني بيعملوا اشياء بالصوره دي، ودي مشاكل يعني حتى بيمشوا يدفنوها في المقابر ويضروا الزول، والزول يعني يقعد متعذب ويمرض حتى الموت يعني. طبعا السحر موجود يعني، السحر موجود ولكن ما هم بضارين به من احد الا باذن الله، الا باذن الله. لكن في ناس الليله طبعا اشكال والوان السحر، يعني في ناس الليله بيسحروا النظر، يعني في ناس ممكن يجي يقول لك يا اخي هاك ورقه بيضاء، يقول لك نعم، يقلبها لك 500 جنيه، يقول لك امشي سريع اشتري من الدكان، لانه عندها فتره معينه كده بعدك تتغير. اي بتاع دكان لو شافها بيلقاها 500، لكن بعد فتره لما يخدها في الدروج هيلقاها ورقه بيضاء. طيب ده واحد من النماذج كده، عدل لنا جزء من النماذج. في اشياء كثيره جدا، يعني في ناس بيعملوا برضو عندهم ممارسات سيئه مثلا،
يقولوا لك ما عارف في عرق محبه صح في حاجه يقولوا الحاجه دي فعلا فيها موجوده نعم 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 يعني لدرجه انه في ناس بيعملوا اشياء انه مثلا يتزوج واحده او واحده تتزوج واحد يعني غصبا عنه يعني لكن طبعا بتسقيه شيء او في حاجه بتتعمل يعني لازم تتعمل الاشياء اللي بتتعمل دي بيكون نوع من السحر يعني والتقليد. بعدين بيتعاملوا بالنجاسات اعوذ بالله يعني تحطوها للزوج او قهوه فهو بيشربها ما شاعر بها وبعدين يعني بيبقى ما في وعيه يعني بيبقى ما في وعيه ممكن يتزوج أيوة. ممكن يسيب اهله صح. ممكن صح. بيكون مقيد يعني ما بكون هو مدرك بالحياه اللي بيعمل فيها ايوه طبعا هو بعد كده الزول ده يقول لك يعني الا 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 الزول العامل العمل ده يموت او المراه تموت او يفك العمل او يتفك العمل ده بشيء يعني طبعا العمل ذاته يعني بيقول لك انه حتى انت لقيت حاجه معموله في عمل او كده ما تحرقها او كده بيقوموا يشيلوها يحطوها في مويه مرات انت مثلا ممكن تشتري عربيه تلقى فيها حاجات مرات في ناس برضو بخافوا يقول لك مثلا يعني يكون قاعد هو مدير او وزير او كده بيقوموا يحطوا له حاجات في الكرسي بتاعه ده يعني قريبات دي انا بتذكر كان برضو في ولايه من الولايات اكتشفوا يعني الكلام ده يمكن لو 3 أو أسبوعين يعني العفاد لا 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 ولايه من الولايات يعني انا ما داير اذكر اسم الولايه بالضبط لكن وجدوا يعني وجدوا له انه في حاجات مخطوطه طبعا بيسموها عند اصطلاح مثلا يقول لك كادوك او ريتينزا صحيح او كده يعني مصطلحات داخليه في السودان هنا فلقوا الحاجات دي موجوده في كرسي الوالي وقام في لجنه عملوها ويتكلموا في الموضوع ده وكده يعني باعتبار انه يعني هم في فهمهم يعني انه هيأثروا على قرارات الوالي وكده برضو يعني انا بتذكر يعني زمان لما جات الانقاذ دي وكان في حي اسمه في الخرطوم جنب النزهه وقالوا يرحلوا الناس ديل يجيبوهم حي الانقاذ فكان في يعني برضه زول بيعمل كجور طبعا اللفظ ده بيطلقه السودانيين كجور صح او سحر او كجور او كده اللفظ المتعارف عليه ايوه وقالوا ما عارف يجيبوا تور ابيض ويدفنوه وما الوزير والحكومه ما هترحلهم يعني من المنطقه دي نعم وعملوا الطقوس دي وكل حاجه لكن مع ذلك رحلوهم رحلوهم وجو اسسوا المنطقه بتاعت الحي بتاع الانقاذ ده حي كبير جدا وكانت هنا النزهه كان لفائدتهم يعني حتى كان مسمين الحي ده يقول لك الوزير دقس باعتبار انه نعم. الحي ده اصبح يعني مواجه للحي بتاع بدل ما كانوا يسكنون في صفيح ويسكنون في ايوه عشيش ايوه حته ضيقه ذاته وكده نعم يا كان هو لمصلحتهم الامر ده نعم بروف اكرم يعني هسه حاليا انت اديتنا ملامح لبعض السحر اللي بيكون واضح انه ده سحر ودجل وشعوذه، لكن بعض المشايخ بيتعاملوا مع المحايه مثلا كنموذج، الرقيه بالقران، البخرات، الحجابات، ما تفسيرك لهذه الظواهر؟ المياه برضه في مويه كده بدوك ليها في عديد من الحاجات ايوه ايوه هي طبعا بالمناسبه الاشياء دي كلها كممارسات يعني غالبيه ضعاف النفوس استغلوها استغلال سيء نعم يعني استغلوها استغلال سيء وبيقوا يعني حتى في مجال كرة القدم صح الهلال المريخ تلقى في العارضة واحد ايوه بيسافروا مناطق معينة في السودان ومرات بيجيبوا شيخ من بر السودان من دولة مثلا يقول لك افريقية ويجيبوا لكن طبعا في الاخر برضو ما بينجح الامر يعني والامر في الاخر يعني الانسان اذا سلم انه ربنا مقدر وواضع اشياء معينه للانسان وقدر وكده لو سلم وقبل بقدر الله عز وجل ما هيتعب نفسه يمشي يحاول يغير او كده لكن الاشياء دي ذاتها يعني مثلا يقول لك يعني هي طبعا في السنه قراءه الفاتحه على الماء او التداوي بالقران الكريم هو موجود صحيح لكن يعني هسي الممارسه الحاصله دي انت من كثره يعني من كثره السوء ما بتقدر تميز الصالح من الطالح يعني صح صح يعني في ناس بيقول لك انه يعني انه يعالج بالقران وتلقاه هو يقرا بالقران لكن يعني مثلا انا اقول لك يعني انا حضرت مثلا جلسات قبل كده ويقول لك زول مثلا داير انه شنو يقرا عليه القران ويقوم يكورك وينطط وما عارف ويقعد يتكلم مع زول ثاني ويقول لك انه ده جن وكده يقول لك جن مسلم وجن ما مسلم وجن ما مسلم واطلع وما صح تطلع وبتاع يعني هو في الاخر الزول ده انت ما بتقدر تعرف اثر القران على الشخص
كتجربة علمية. لأنه الأمر ده بيكون بالمناسبة أشبه بالتنويم المغناطيسي. حتى الزول بيتكلم ده بيتكلم من منطقة اللاوعي. يعني ما 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 بكون الكلام ده حقيقي زي ما بقول ال بيقول إنه هو شيخ أو بيقول إنه هو بيطلع منه الجن. هم الرازات الزول البيقرة ده بكون ما عارف الحاصل شنو ذاته. لكن في في القرآن في آيات للسحر وفي آيات للجن عموما. لكن يا بروف بنشوف برضو من الحياة السيئة جدا, بيقول لك القرآن هو عبارة عن ستار لبعض الناس, يعني بيتعاملوا بالقرآن ستار, بعدها بيكتبوا آيات معكوسة في بعض البخران. فشنو رسالتك انت بتقدمها للناس؟ في طبعا في ناس يعني بيتعاملوا بالقرآن ده بصورة مخالفة للقرآن نفسه, يعني مثلا يكتبوا الآيات معكوسة, يكتبوا الآيات بالدم أو يكتبوها بدم معين بيخرج من المرأة بالنجاسات, وده كله طبعا نوع من أنواع السفلي, أو يجدعوا القرآن في منطقة فيها قذارة أو كذا. فده كله طبعا من عمل الشيطان, يعني ما ده كله سحر, وفي الآخر هو بيضر نفسه قبل ما يضر الآخرين, يعني لأنه بيخسر دنيته وبيخسر آخرته والشخص اللي بيتعامل معه بنفس الصورة. يعني ربنا ذاته جعل للإنسان عقل إنه يدرك به وإنه الأمر ده هل هو صحيح ولا خطأ. يعني زول اللي بيمشي للشخص ويقول له يا أخي أنا كتبت ليك الحاجة دي ما عارف وخدتها لفلان ده في كوباية الموية أو شربيها لزوجك أو شربيها للناس التانين, هو ذاته عنده عقل يعني بيدرك هل الكلام ده صح ولا خطأ يعني. أكيد. بروف أكرم, زي ما ذكرت إنه بقت زي المهنة الحاجة دي والناس بتتداولها بمقابل. أنا عايز أعرف أنت بمجرد ما مشيت للطريق بتاع الدجل والشعوذة, الحاجات اللي أنت بتقدمها عشان المقابل يتعاد عليك, ما هو العائد للدجل والشعوذة؟ طبعا الشخص اللي بيمارس الدجل والشعوذة على قدر كبير جدا بالمناسبة من الذكاء, حتى يعني ما بيطلب طلباته مباشرة, يعني بيجيب الطلبات بالتدرج, يعني لرجل لمرأة يعني, والطلبات ذاتها مرات بتكون قروش, مرات بيوهموا بأنه يجيب له أشياء معينة للأسياد أو لكده, ومرات مثلا بيكون في طلب أشياء طبعا مخالفة, يعني ممارسات غير أخلاقية أو غير شرعية بين المشعوذ وبين المرأة, ومرات بينه وبين رجل آخر, يعني أشياء ذاتها ما صحيحة. المشكلة مرات يا جماعة موضوع الدجل والشعوذة ده بياخد منحة جماعي, يعني مثلا تجد في منطقة مثلا من الدجل إنه الشخص يكذب يقول إنه بعالج الناس, صح؟ يعني مثلا كان في منطقة برضو في الجزيرة واحد, حتى الناس كانوا بيشحنوا له التكاسي وكذا يكورك والتشتش, يعني بيعالج بالكي أو بالتش, صح؟ صح. كل الأمراض, صح. حتى في ناس ماتوا. في مرأة برضو في الحصحيصة في كمبولامين برضو كان بتدعي إنه بتعالج كل الأمراض بالجلد, وبرضه في ثلاثة أشخاص ماتوا الدولة زي ظاهرة المؤخرا, يعني في أيوة مؤخرا في برضه ظاهرة أخيرة في العفاض طفل صغيرة. عمرها 7 سنوات بتدعي إنه بتعالج جميع الأمراض بالماء, وهي طفلة وهي طفلة يعني ما بلغت الحلم, صح. ولا هي واعية ولا هي مكلفة, يعني زول عمره 7 سنة. طيب إحنا يعني ليه الدولة وكل العالم بيعمل كليات طب للأسنان وكليات طب عمومي وكليات للجراحة, وبعد كده الطبيب ده يتخصص, يعني بيقضي من عمره قريب 10 سنة عشان يتخصص. أكيد. ويجي طفل عمره 7 سنة يعالج, وتجد إنه الناس يجوا من أماكن بعيدة, يعني والله دي مدعاة يعني الشفقة, مأساة يعني. حتى الدولة ذاتها يعني كان ممكن يعني مفترض إنه تتدخل النيابة, صح. أو القضاء أو كده بموجب المادة 118 من قانون الإجراءات الجنائية 91 إنه يستدعوا ولي أمرها, باعتبار إنه هي طفلة. طبعا الطفل ده ما معاقب قانونا, يعني تعرف مشكلتنا كبيرة بروف, إنه نحن كمجتمع متصوف, يعني الصوفية عندنا كبيرة جدا, بيقول لك دي من المعجزات أو بيقول لك دي من الكرامات لبعض المشايخ, أو مثلا الجذور بتاعته بيكون أساس الطفلة دي ممكن عادي يقنعوا الناس بأنها هي أجدادة أعمامة خلانة كانوا مشايخ, والموضوع يمشي على كده والناس تصدق بالحاجة دي. أيوة في ناس مصدقين, يعني في ناس كثير جدا مشوا من كل أنحاء السودان للعفاض, والبيت تشيل موية من صح من البرميل وترش في الناس, يعني بتعالج بالماء بس. شفنا الصور والفيديوهات ده الحقيقة. أيوة بتعالج وما في زول يتعالج, لكن الناس يعني مجاملين زيادة على اللزوم وطيبين أكثر من اللازم, فبيمشوا. هو المشكلة إنه كمان يا جماعة
يعني في حاجة إنه الشخص الرايحة له حاجة زي ما بقوله في المثل بيفتش خشم البقرة. ناس كتار عيانين يعني مكسرين قاعدين عموي طرش ما لاقين علاج. وتكلفة العلاج ذاتها في دولة زي السودان غالية جدا يعني. أكيد. فهو بيشوف الحاجة أسهل. دعلك بيقشر. يعني أيوة بيمشوا للحاجات دي. يعني لو الدولة ذاتها وفرت لهم علاج تعاوني تأمين صحي. المعتقدات مشكلة. أيوة كان يعني كان الناس دي مشت للجهة السليمة يعني بدل ما يمشوا للجهة. بروف أكرم زي ما ذكرنا هسي الطفلة دي فأكيد هي ما مستوعبة وراها شخص هو الوسط الحاجة دي أو هو اللي خلى الموضوع ده ينتشر بالطريقة دي. أنا دايرة أعرف إنه الدجل والشعوذة ممكن يجيني يعني زول داير حاجة أنا أقدمها له أنا كدجل كمدجل أو كمشعوذ ممكن أرسم فيه أو أغرز بداخله إنه هو ممكن برضو يعالج. في العديد من الحاجات دي بتحصل إنه بتغرز في يعني هو بجيك كمريض مثلا بتغرز جواه إنه أنت تقدر تعالج إنه أنت لو مشيت بواحد اثنين ثلاثة أنت ذاتك تقدر تعالج. ايوه صحيح يعني في ناس كتار جدا بالصوره دي. يعني اقرب مثال برضه في قضيه كان بتاع واحد سوداني في جمهوريه مصر العربيه كلامنا قريبات دي. هو كان شغال عامل مشى مصر واشتغل عامل وبعدين اثناء ما هو شغال في واحد قال له يا اخي انه عنده زوج اخته عيان يعني في زول عمل له سحر قال وبطنه مؤلمه وكده. فهو المهم قال له يعني يشرب اشياء معينه وكده فالزول اتعالج. مرات طبعا العلاج بكون جانب نفسي بس عند صح الشخص اكيد داير زول يعني هو بيقوم يقول له اعمل كده وكده والزول يعني تلقائيا كده يقوم شنو يبقى كويس. فقام اشتهر وسط المصريين بعد كده انه فلان ده شيخ فلان ده بيعالج حتى ساب الشغل في المصنع وبقى الشقه بتاعته يجوا الناس فيها وفي الاخر طبعا السلطات المصريه عملت له كمين وقبضوه ولقوا عنده هدهد ميت وطيور ميته ولقوا عنده عروق واشياء بالصوره دي وكتب فقبضوه وحالوه للنيابه وطبعا حبسوه ويتحاكم يعني باعتبار وشوف هو ذاته ما قدر يعمل اي شيء يفيد به نفسه. يعني تخيل انه هسي الناس اللي بيجوا يخدعوا الناس ويقول لهم يا اخي انا بنزل لك قروش او انا بعمل لك او هو لنفسه عملها بنفسك ويقول له اديني قروش او مرات طبعا هم بيقول له اديني قروش لكن الزول ذاك من زوجه بديه يقول لك ده البياض بتاعه. ايوه بديه البياض. طيب بروف اكرم يعني نحن عايزين على عجاله كده كيف المخرج من هذه الظاهره الكبيره واللي خلقت مشاكل كبيره جدا في الاسر خلقت مشاكل كبيره جدا واضرار لكثير من الناس. والله هو طبعا الجانب التعليمي ده اهم حاجه يعني احنا يعني المنهج التعليمي ده مفترض يضمن فيه كلام بالصوره دي بحيث انه يقنعوا الاطفال الناس وهم اطفال بانه النافع هو الله والضار هو الله ما في زول بينفع زول يعني صح صح اي صح. يعني الاشياء دي تضمن في الكتب من الاساس وتدرس وغير كده الاعلام برضه يتناول الموضوع ده كثير بالإضافة طبعا للدعاء بتاعين الإسلام أو كده وهو الشيء ده طبعا محرم في لا. كل الديانات يعني لا. هو نوع من الخدعة يعني هو ذاته ما بيقدر يفيد نفسه فهل يستطيع أنه يفيد الآخرين؟ كيف؟ طيب نحن برضو عايزين على عجالة دور المجتمع ودور الحكومة في المسألة دي ودور القانون التشريعي. والله هو طبعا القانون يعني النص ده موجود في المادة 22 من القانون بتاع النظام العام نعم يعني منعوا ممارسه الدجل والشعوذه والزار باعتبار انه الزار ذاته نوع من 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 الشيء ده وعقوبته بتكون طبعا هي السجن والغرامه او الغرامه والسجن الاثنين شنو سوين حسب السلطه التقديريه للمحكمه ما تراه المحكمه. طبعا المحاكم بصفه عامه يعني ما قاعد تتشدد في الموضوع ده باعتبار انه غالبيه الناس اللي بيمارسوا الاشياء دي هم مواطنين وظروفهم الاقتصاديه ذاتها تعبانه يعني هنالك قوانين مسنه لكن لا يوجد تنفيذ لها موجوده وبتنفذ بتنفذ القوانين بتنفذ بواسطه الدوله لكن المشكله انه الموضوع يعني غالبية المواطنين بيصدقوا الموضوع بتاعنا. طيب إذا كان في تنفيذ القانون يعني لماذا هذا الانتشار يا بروف؟ هو في يعني لو الشخص اتقبض بمارس الدجل والشعوذة بيعاقب. يعاقب. بيعاقب قانونا أيوة. رسالة بيعاقب ويمشي السجن ويتغرم ولو عاد تاني بيشدد العقوبة وكده. لكن شنو؟ ما زال مع ذلك
المواطن مرات انت بالمناسبة ما وجود قانون هو بحل الظاهرة أو بحل المشكلة. صحيح. المشكلة يعني القانون هو ذراع للدولة، لكن في أزرع أخرى زي مثلا الإعلام، زي مثلا التعليم أو كده، فلا بد أنه كل الجوانب دي تتضافر بحيث أنه شنو تقضي على المشكلة، نوعي الناس بأنه الشيء ده ضار وأنه الشيء ده شرك وإلحاد وما منه فائدة في الآخر يعني. ما منه فائدة يعني. نعم. فالزول إذا اقتنع بقدر الله عز وجل بيكون أفضل يعني. إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يحمينا وياك بروف أكرم وكل من يتابعنا دوما عبر قناة البلا. شكرا لك، شكرا للمعلومات السر اللي تقدمتها لنا. تحية لك. الله يكرمك، الله يبارك فيك. شكرا لكم مشاهدينا، اكيد متواصلين كمان معكم في مساحات مختلفه عبر قناه البلد من خلال برنامج في حضره المساء. نطلع الكنترول من ثم نعود.